السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيفكم يا أجمل متابعين؟ إن شاء الله يا رب تكونون بأحسن حال. يا هلا وغلا فيكم، نوريني جميعا وحياكم الله في قصة جديدة من قصصنا. ولكن قبل ما نبدأ بسرد القصة، صلوا على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وكل عام وأنتم بخير، وكل عام وأنتم إلى الخير، وكل عام ونحن نتحسس الطمأنينة والألفة بلمة يا رب أهالينا وأحبابنا، وكل عام والخير يلف أيامنا والمحبة تحاوطنا والأمل ينمو ولا يموت. كل عام وكل لحظة ونحن ندعو لفلسطين بالسلام والأمن والأمان، ولن ننساهم أبدا. اللهم اجعل عيدنا عيدين، عيد فطر بعد صيام، وعيد استجابة بعد إلحاح بالدعاء يا رب. كل عام وغيث الأفراح من السماء يهطل على قلوبكم، عيدكم مبارك، كل عام وانتم بخير، انتم وأحبابكم، يا رب تكونون برضا وسعادة. وأعتذر منكم إن كان طولت في مقدمة الدعاء والتبريكات، ولكن أنتم غاليين كثير على قلبي، والله يا رب ما يحرمني منكم، والشكر دائما لله ثم لكم. وننطلق لقصة اليوم. ويقول صاحب القصة: يا هلا والله، أبقول لكم قصتي. سبحان الله، حنا البشر دائما نمر بظروف، الحياة كلها عبارة عن ظروف وعقبات وصعاب. فأحيانا خلاص نفكر كذا مع نفسنا أنه خلاص لابد من الخلاص من هذه الحياة، أنه ما عاد نبغاها لأي ظرف من الظروف أيا كان. فقصتي اللي بقولها اليوم إن شاء الله يا رب أنها تعالج ولو جزء بسيط من المشكلة اللي عندي وعندكم. طبعا أنا من أحد الدول العربية، ولي 10 سنوات وأنا حبيس بالمجلس، يعني عندنا برا في الحوش مجلس وساكن بهذا المجلس، ولا أدخل على أهلي ولا أروح مع أصحابي ولا أجي كذا. فجأة انعزلت، اعتمدت العزلة، صارت معاي ظروف، صارت معاي أشياء كثير، فخلتني حبيس لهذا المجلس، للعزلة اللي أنا فيها. فسبحان الله، كأن الحياة كذا حاطة الدنيا كلها كذا فوق راسي، مهموم، حزين، مكتئب، ما عاد أبغى الحياة. حاولوا فيني أهلي، جوني من اليمين من اليسار، أبد ما في فايدة. فصرت أنا أجلس بذا المجلس، لا أشارك أهلي ولا أصدقائي ولا أخوان، لا أفراح لا عزة ولا أي شيء، حتى الأعياد على سبيل المثال، بما أنه يعني بكرة عيد إن شاء الله. صدقوني أنها أصعب لحظة كانت تمر علي، لأن أهلي يحتاجون هذا المجلس، المجلس للضيافة، يسوون فيه يعني أعيادنا وكذا. فالضايق الضايق، أحس أني بنفجر، أحس أن هذا المجلس قطعة مني، ما عاد أبغى أحد يدخل فيه، ما أبغى أهلي يأخذونه ويشاركوني فيه ويسوون فيه عيدهم. فكان شيء غصب عني أنه يسوون العيد فيه، وأنا وقتها أروح يمين يسار لين ينتهي العيد وأرجع بمكاني. أخواني والله أنهم شايلين همي، أبوي أمي كلهم، ما في ولا واحد من أخواني إلا جاء وتكلم معاي. في واحد من أخواني أكبر مني، والله العظيم أنه دائما يجي يجلس يعني معاي، أقسم لكم بلا حتى دموع كذا على خده، يقول لي: تكفى يا أخوي، اطلع من الحالة اللي أنت فيها، اطلع، خليني أقدم لك على وظيفة، بس أنا بقدم لك، تكفى وافق معاي، بس اطلع من ذي الحالة. والله كذا دموعه على خده من كثر ما هو متألم على الوضع يعني اللي أنا عايش فيه. وهذا الشيء يعني مو غريب على الإخوان، يعني يصير بينهم أكبر من كذا، سبحان الله. فأنا يعني أحيانا أنسجم معاه وزي كذا، أقول له: طيب أبشر، يعني يروح يشوف لي وظيفة وكذا. لما يجي وقت المقابلة يدق علي، يجيني: هيلا تعال نمشي. فأقول له: لا والله يا ابن الحلال ما نبرايح. طيب يلا قوم، إيش السبب وكذا؟ لا لا، سبحان الله، في شيء يقول لي لا. دائما أفشل أخوي، يعني أنا أعرف إنه هو يبغى لي المصلحة، يبغى يطلعني من الشيء اللي أنا فيه. أتذكر إنه مرة جابوا لي وظيفة ودخلت هذه الوظيفة وطلعت منها، يعني داومت كذا فترة وطلعت، زعلت أمي وزعلت أبوي وأخواني، لكن إيش أسوي؟ يعني قعدتي بالمجلس هذه 10 سنوات، وكانوا يحاولون فيني، يحاولون لين بعد 10 سنوات من جد جاب لي أخوي وظيفة عسكرية، وبالفعل أقنعني واقتنعت وسويت المقابلة العسكرية ودخلت العسكرية ودخلت الدورة وتخرجت من الدورة. وتخيلوا جلست فيها 2 سنين،
في سنتين بس أنا في نفس المشكلة، في نفس الهم والغم والحزن والكآبة. أحيانا كثير يطري على بالي إن خلاص هذه الحياة أنا ما أبغاها، أنا لازم أروح منها. كنت أفكر حتى بالانتحار، كنت لازم إني أطلع من ذي الحياة بس ما أعرف كيف، فهذا هو تفكيري. المهم بعد سنتين بوظيفتي وعلى نفس الوضع، إني أداوم وأرجع ونفس المجلس، نفس الهموم، نفس الغموم. سبحان الله، أفتح جوالي في يوم وادخل على اليوتيوب الا والاقي والله مشهور انا اتابعه صراحه، دائما يتكلم باليوتيوب وكذا، وكان يشرح عن حاله هو مر فيها. هذه الحاله اللي يشرحها المشهور قريبه مره من حالتي، يوم يتكلم عن نفسه يعني سبحان الله كانه قاعد يتكلم عن نفسي، فاعجبت جدا وكنت متحمس يعني ابغى اشوف طيب ايش الحل، كيف تعالج. فكان يحكي يقول صار معاي كذا وكذا ورحت للمصحة الفلانية طبعا، وأنا مباشرة تأثرت جدا. اليوم الثاني أخذت على نفسي والله ورحت هذه المصحة، كانت عندنا يعني، فدخلت وقابلتني دكتورة قالت ايش عندك وكذا، وعطيتها كل العلم. قلت والله العظيم أن وصلت معاي لأن لدرجة أني خلاص بنتحر، أنا مجلس مع أهلي، أنا ما عندي أصدقاء، أنا مهموم، أنا مغموم مكتئب، أنا كذا كذا كذا. صرت أقول لها كل شيء لين خلصت كل شيء، انتهت مني وراحت. فجاني بعدها دكتور سألني جتك الدكتورة وكذا، قلت إيوة كانت عندي دكتورة. قال طيب إيش عندك؟ فقلت لنفس ما قلت للدكتورة وأعظم، قلت أنا خلاص ما عاد أبغى ذي الحياة، أنا في حزن في كآبة وقعد أبكي وقعد كذا. فسبحان الله أنا اللي جاب بالي يعني من كلام المشهور اللي أنا كنت أتابعه، إنه يعني قال إنك تروح هناك وتنويم ساعتين إلى 3 إلى 5 ساعات يعني إذا مرة اليوم الثاني ينومونك يعني في غرفة وسرير وكذا، ويقدمون لك الأكل وأمورك طيبة وكذا وجوالك معاك وتتنوم وتاخذ جلساتك وأمورك طيبة بعدين تتوكل وتطلع. فكان هذا الشيء اللي مرسوم في مخيلتي، عشان كذا أنا قاعد كنت أتكلم مع الدكتور والدكتورة وأقول لهم كل الأشياء اللي عندي، وأحيانا كنت أبالغ. فسبحان الله أخذوا مني المعلومات كلها. قال الدكتور خلاص تتنوم، قلت يلا مو مشكلة أتنوم، أنا على بالي ساعتين ثلاث. لين اليوم الثاني هذا اللي ببالي، ما كان في شيء أكثر من كذا سبحان الله. المهم جلسوا ما طلعوني، جلسوني في غرفة الانتظار شوي، جت سيارة الإسعاف. تخيلوا جتني سيارة إسعاف، استغربت خير سيارة إسعاف وأنا في نفس المصحة، ليش الإسعاف؟ أخذوني طلعوني الإسعاف، ركبت الإسعاف ولفوا فيني إلى خلف المبنى، في مبنى ثاني. فأنا طالع في المبنى الثاني يعني سمعتم عبارة اللي يودونكم ورا الشمس، يعني هذا المبنى اللي أنا أشوفه فعلا أنك بتروح ورا الشمس. يعني من هنا بدأ الخوف معاي، نزلوني ودخلوني هناك، دخلت في عالم ثاني غير عن عالم اللي أنا عايش فيه. شفت ناس قدامي اللي يكلم نفسه، اللي يدق براسه في الجدار، اللي يخربش نفسه، سبحان الله كلهم لا عقل لهم، كلهم مجانين. سبحان الله العظيم اللي ابتلاهم وعافانا، يا رب الحمد لله اللي عافانا، كبار بالسن كلهم مجانين. فأنا أسأل يا رب أنا ليه داخل ذا المكان ليه؟ نسوا أن معايا الجوال، يعني المفروض أنهم يسحبون مني الجوال، وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى فيني أنهم نسوا الجوال معاي ما أخذوه. لما شفت المنظر كذا قدامي دخلوني فعلا غرفة، فعلا زي ما أقول لكم ورا الشمس، يعني ما تشوفون لا شمس ولا أي شيء، العالم اللي معاك بس هم اللي تشوفهم، اللي محيطين فيك، اللي ما عندهم أي عقل، الله سبحانه وتعالى ابتلاهم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع عنهم. يعني اللي سواء كانت يعني من مخدرات أو أمراض نفسية، أسأل الله أن يشفيهم، لكن هذا هو الحاصل، هذا وضعهم وهذا حالهم، وأنا وضعت بينهم، وأنا حرفيا ما عندي أي مشكلة من دي المشاكل كلها. أنا عندي عقل وأعرف اللي لي وأعرف اللي علي، وأعرف أمي وأبوي إخواني، أعرف دوامي أصدقائي، بس مرة تفاجأت بدل الأمر. فعلى طول مباشرة طار عقلي، رفعت الجوال كلمت إخواني، كلمت أخوي، قلت له وينك؟ قال أنت اللي وينك؟ قلت اسمع ترى أنا بالمصحة الفلانية، والله أن أخوي قاعد يبكي. قال ليش؟ ليش؟ إيش فيك؟
ما فيك شيء، انت ليش تروح هناك وكذا؟ قلت يا ابن الحلال خلاص اللي صار صار، المهم تعالوا خذوني من هنا، ما ادري فين حطوني. فقفلت من عندهم شوي الا والله اخوي جاي ومعاه اخوي الثاني ومعاهم رجل كبير يعني كان من جيراننا من جماعتنا، جوني قالوا بنطلع يعني هذا ما في ولا شيء بنطلع. قالوا تطلع مين يا ابوي، هذا ما عاد في طلوع، هذا حالته مرة حالة يرثى لها، لازم له تحاليل ولازم له كذا وكذا وكذا، فهذا خلاص موقع كل شيء أوراقه جاهزة ووضعه لازم إنه يجلس في هذا المكان. فكان في إجراء عظيم يعني سبحان الله للي مختلين عقليا، سواء بسبب المخدرات أجارنا الله وإياكم أو بسبب أمور نفسية يعني اضطرابات إلى ما إلى ذلك يعني. فيعني إذا دخلت بهذا الأمر فخلاص، إذا دخلت ذا المبنى انتهى أمرك، سبحان الله شيء أعظم من السجن. فكانت الإجراءات جدا دقيقة. فالمهم إخواني يقولون ترى ما في إلا العافية، ويتكلمون مع الدكتور، وأنا بنفسي أقول للدكتور يا دكتور ترى والله العظيم إني كذاب، أنا ما فيني شيء، أنا صادق، اتصلوا بأصحابي كلموا أصدقائي، أنا ما فيني شيء، أنا عقلي معاي، أنا أعرف من أنتم، وأنا أعرف وش المصحة دي، وأنا أعرف إن اللي حولي مجانين وكذا. المهم أحاول أقنعهم بأي طريقة إن والله العظيم إن عقلي في راسي وإني أنا إنسان أعقل من العاقل، أنتم مدخليني مع ناس مهبل، ناس مجنن، بتجننوني أنتم ولا كيف؟ قال الدكتور والله أبد هذه اعترافاتك وهذا كلامك وهذا الشيء اللي أنت جيتنا يعني تشتكي منه، واتضح من يعني كلام الدكتور والدكتورة اللي كانوا معاك. فأنت الحين لازم يعني دخلت هنا، خلينا نكمل إجراءات الفحوصات والأشياء كذا. الإنسان قلت يا دكتور ترى الإنسان يخطئ، ويعني الإنسان ما يمر بظروف، أنا خطيت خلاص طلعوني ترى والله ما فيني شيء. قالوا خلاص طيب يعني بكرة الصباح بتطلع الساعة 10 لين تجي الدكتورة ولا الدكتور ويقررون يا يعني إنك تطلع أو ما تطلع. أخواني عاد هنا انهاروا لأنهم يعرفون المكان ذا زين، والشخص حتى الثالث اللي كان معاهم منهاروا، أنا انهرت أشد منهم، تحطمت بس شديت على نفسي يعني حتى أخواني يشدون حيلهم شوي يفكرون كيف يطلعوني من هنا. فقلت خلاص إن شاء الله بكرة خير ونشوف يعني إيش يصير. راح أخواني من عندي، ما أفتر لساني عن ذكر الله، والله العظيم طلعوا من هنا وأنا ألهج بالدعاء لله سبحانه وتعالى، وأني أدعو الله من الشيء العظيم اللي أشوفه. يعني متخيلين سبحان الله العظيم، تشوفون واحد كذا يحكحك بشعره، وواحد مريض، وواحد كذا يسولف مع نفسه، وواحد يروح يمين يسار، كلهم ما فيهم عقل. تخيل انك تكون بينهم، تخيل انك تعيش معاهم على طول وهذا امرك يعني منتهي، كيف بيكون وضعك؟ انت سليم ما فيك شيء؟ قسما بالله اني ما افتر لساني عن ذكر الله، وان الدعوات كلها اللي اعرفها دعوت فيها الله، وصرت أبتهل لله بالدعاء إن يا رب بس انجيني من ذا المكان، يا رب إني أنا ظلمت نفسي، أنا اللي ظلمت نفسي، يا رب إنك تخارجني يا الله يا رب بتدبيرك وبحكمتك. والله ما غفت عيني وانتظر بس الوقت يمر يمر يمر، كان الوقت بطيء الساعة ما تمشي لين جاء الصباح. قلت يا رب إني استودعتك نفسي، فاستدعوني في الصباح الساعة 10 إلا والباب ينفك عني. قالوا تعال، طبعا ما عطوني شيء، وأنا أدعي بصوت منخفض يعني حتى كنت لما أدعي كذا بصوت منخفض وأنسى يطلع يعني شوي من صوتي، أرجع أخفض الصوت يدعي بقلبي، أخاف أنهم يقولون ذا موسوس، ذا قاعد يكلم نفسه، ذا قاعد يسولف، فهمت؟ من كثر الشيء اللي أنا شفته فصرت أخاف من كل شيء. المهم رحت عند الدكتورة، سبحان الله الدكتورة كانت من إحدى الدول العربية، دخلت عليها قالت ايش فيك؟ قلت يا دكتورة تراني كذاب، انا من الاخر كذا كذاب، انا ما فيني شيء والله العظيم، يا الحزن اللي كنت اشوف نفسي انه حزن وافكر انه حزن، والله ما هو حزن ولا كآبة، الكآبة اللي كنت اشوفها ما هي كآبة، الهم اللي كنت اعيشه مو هم، كل شيء كنت احس فيه في الخارج قبل ما ادخل هذا المكان صار عندي جنة مع هذا المكان اللي أنا دخلته ودخلتوني فيه. ولكم أن تتخيلوا، أنا ما أقدر أوصف لكم المكان أكثر من كذا، كل أموري اللي كنت أحس فيها كنت أشوفها جنة. يا دكتورة تكفين تكفين خرجيني من هنا شوي. سبحان الله أبوي جاي وأخواني
قلت للدكتورة كل شيء، طبعا قلت لها اني انا عسكري، انا رجل دولة، وانا في عملي، انا بس كنت ابغى اخذ اجازة، يعني كنت ابغى بس اعفاء من مكان معين، ولا توقعت ان الامر بيصير بذا الحال. تكفين دكتورة، خليني اطلع من هنا. فقالت لي طيب نشوف امرك، نشوف وضعك كيف. المهم سبحان الله استدعت ابوي، ووافق بعض من كلامي، كلام ابوي قسم بالله بالصدفة، والله العظيم ان ما اتفقنا عليه. قالت خلاص انتظروا في الانتظار، في إجراءات معينة وكذا، وإن شاء الله إنك تخرج. فصرت انتظر وأنا وأبوي ننتظر وندعي، ويدعي لي أبوي وندعي، والله العظيم الدعوات ما افترت عن لساننا. بعد ساعة ساعتين ونص كذا جات الدكتورة قالت خلاص أمورك تمام، إفراج تطلع يعني. وأنا اللي أسجد شكر لله سبحانه وتعالى، قسم بالله أني خلاص تأدبت، والله فعلا تأدبت من الشيء اللي كنت أسويه بنفسي. تمنيت أني ما سمعت كلام حتى ذا المشهور. أنا طلعت على حياة جديدة، طلعت أصلي، أجلس مع أهلي، ماسك دوامي ووظيفتي وأموري زينة. سبحان الله ما يخلو الإنسان من هذه الأشياء اللي ممكن أنها تطفشة أو يمر فيها، تمر علينا لحظات حزن كآبة، لكن ما تستسلم لهذه الأمور. أنا كنت عازل نفسي، عايش وحدتي 10 سنين، تخيل، وأنا حبيس المجلس. فالأمر هذا عشت حياة ثانية الحمد لله، يعني سبحان الله رب ضرة نافعة. فكنت يعني لما طلعت من هذا المكان استشعرت نعمة الله سبحانه وتعالى، وقدر الله علي لعلي أني أدخل هذا المكان عشان أعرف قدر النعمة اللي الله سبحانه وتعالى أعطاني إياها. وربما قصتي تكون يعني شيء يمرون فيه أغلب الناس، بس أحيانا نصل الحل نقول أنه خلاص يعني ما عاد أبى الحياة، ما عاد نبى نطلع. بس هذه كانت إحدى الدروس اللي ما أنساها في حياتي أبدا. والله أني عرفت قيمة أهلي، وعرفت قيمة أخواني، وعرفت قيمة المجتمع اللي أنا فيه، وعرفت كيف أن الإنسان يأنس مع الإنسان ومن اسمه، يعني أنه في أنسة، في غلط، غلط أنك تعزل نفسك إذا صار لك أي شيء. أي نعم يعني أكون يوم يومين ثلاثة أريح دماغي، بس 10 سنين يا جماعة وأنا ما أشوف العالم ولا أحتك فيهم، وأبغى كذا بس مع حالي. أكلتني الهموم، تسلطت علي الشياطين، تسلط علي الضيق والضنك، كنت بعيد عن الله سبحانه وتعالى. لكن لما خرجت والله العظيم اني عرفت قدر النعمة اللي انعم الله سبحانه وتعالى فيها علي، اني انا بعقلي وعافيتي، اني انا اعرف ربي، اني انا اعرف ديني، ان انا بين اهلي وناسي وجماعتي، أخواني هذول اللي ما كنت أبغاهم ولا كنت حتى أدانيهم ولا أقعد معاهم على سفرة ولا يجمعنا شيء، كان أول ناس وقفوا معاي، أول ناس ساندوني، أول ناس طلعوني من الهم اللي أنا فيه، هم أهلي، هم عزوتي. يعني عشان كذا القصة هذه، إياك أن تعزل نفسك عن أهلك، إياك، أهلك ولو تهلك. والله وش أحلى من شعور لمة الأهل وريحة البخور والقهوة كذا طاغية على المكان بكرة، ولا أحد من أهلك زعلان عليك، ولا أحد من أهلك متعثر أو متعكر أو متكدر، كلكم مبسوطين. طبعا أي عائلة تمر بهذا المشهد فهذه من أفضل النعم، أحمد الله سبحانه وتعالى عليها وأشكره. غيركم لا، ما عنده حتى أهل. فأنا بس ذكرت هذه القصة من باب بس أنكم تتواصلون وتتراحمون بينكم بين واللي بينه قطيعة، بينه وبين أخوه أو أخته. فهذه فرصة عظيمة أنكم تلتقون في الأعياد وتتصافى النفوس وتتصالحون بإذن الله تعالى. وإلى هنا انتهت قصتنا لليوم، أتمنى أني أشوفكم في قصة جديدة وفيديو جديد. أنا وأنتم بخير دائما إن شاء الله. إلى ذلك الوقت، أستودعكم الله.